تهج عليه. بالضبط هذا هو، ولكنهم يستحقونها. أورنس عبد العزيز، متجر شميم. الله جاهز؟ جاهز. التايمر معك، قول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعلن عن متجر شميم للعطورات. يوجد لدينا مجموعة عطورات شتوية وكذلك صيفية، وعطور الاندس وارو، وكذلك الورود ودهون المسك وغيرهم من العطورات الفاخرة. يوجد لدينا خصم 20% وتوصيل لجميع مناطق المملكة السعودية، ويوجد لدينا خدمة تمارة للتقسيط على 3 دفعات، وكذلك يوجد لدينا ضمان الذهبي والكود خصم W20، ويجيك بشكل مرتب. اولا يجيك بشكل مرتب زي كذا، وكل طلب تطلبه يجيك بشكل ذا. لا الأنواع اللي عندنا فاخرة جدا. و تفضل. جميل جميل، الله يعطيك العافية. تبغى رأي نفيذ الحين أنت؟ إيه جميل. صلى الله وسلم عليه الصلاة والسلام. خلصت يا أورنس؟ خلاص. طيب الله يعطيك العافية، حيوا خويكم يستاهل. نشوف التقييم مع أبو يوسف. كيف شفت نفسك يا أورنس؟ سم؟ تحس أنك قدمت؟ ما تحس أن الوقت اللي خذيته، الوقت الطويل هذا، ما تحس أنه أثر عليك؟ وأنا ساكت يعني ونفك. وأنت ساكت وأنت تفك العطر. إي والله طولت. تحس أنه وقت طويل صح؟ حتى يعني كان بإمكانك تقدم فيه شيء صح؟ أكيد. طيب يمكن أورنس في نقطة يسمح لي فيها. لما أعطيتنا الكرت غالبا في العطور ما تأخذه مرة ثانية، المفروض اني احطه في جيبي وامشي، يمكن بعدين بشم في الديوانيه في احد. هذا الشيء، هذه نقطه. انا ما مديت يدي، وليد اللي مده لي وانا اوكي. هذه نقطه، هو ما يردني. انزين النقطه الثانيه، ما ادري انت ايش حسيت في ناحيه الحماس. خليني اقول في فتور شويه بس انه ما قصر يعني. انا اشوف انه ما قصر يعني. انا اللي اعرف أورنس ولما اشوفه في البرامج وكذا غير أورنس اللي واقف اللي يسوق ذا الحين. اي احسه ما ادري بارد، يمكن تعبان أورنس. تعبان صح؟ تعبان. شفت يقول تعبان. يعني هذه النقطه والملاحظه اللي كانت عندي على أورنس بس. يعطيك العافيه أورنس. الله يعافيك. مشاري على بال ما يخلص مشاري بس. بنحسب قيمه أورنس السهميه 5 صح؟ 100. ايه طيب يا أورنس، يعني أنت رغم أنك كان فيه يعني توضيحات أو ملاحظات من أبو يوسف، إلا أنك يعني ما شاء الله تبارك الله حصلت على شيء جميل جدا. في وجهة نظري أورنس عبد العزيز حصلت على 960 سهم و960 ريال. تعال يا أورنس. طيب والله وجهك مشايع. مشاري العمر، التايمر معك نبدأ؟ لا بس دقيقة قبل لا أبدأ، عشان أقول وجهة نظري. أنا ترى عندي 3 متاجر،